مرحبا بكم من جديد في برنامج إلكتروفيزور الأسبوعي الإخباري. ضيفتنا المبادلة سلوى شرفي، شفتوا كلامها مطروس دائما، جيب لك أحداث وحتى كي تعمل استنتاجات انطلاقا من واقع. سلوى شرفي، باش نشوف مع بعضنا نشاط يوم الأربعاء يهمسي عبد اللطيف المكي أحد قادة حركة النهضة. عندما تتعول العملية إلى عملية مطاردة لكل من يشتم منه أنه عنده ميول من لحركة النهضة أو كذا، مثل ما كان في عهد بن علي، وقتها نقول ستوب، هذا دائرة مش ضد حركة النهضة، ضد الديمقراطية في البلاد، لأنه يولي كما قلت لك معناها شاسة لسورسيان. وإذا باش يصير هذا، أولى أن يتم مراجعة التعيينات اللي تمت طيلة ربع القرن الأخير كما قلت لك. من هو فارط أول ثورة العامين الديجاج كيف نوع من الموظفين بيدهم مع الديجاج ما صار حتى شيء. عملية الديجاج ثم فيها اللي صار ضد تجمعيين كالحين، وثم اللي صار ضد حتى مسؤولين نظاف، لأنه مسؤول نظيف وقف ضد برشا أشياء، اغتنموا تلك الفرصة لتصفية الحسابات. لو كان أنتم بعد عامين حكم ما نحيتوش المسؤولين القدم، لا مش معناتها لوركو بنيتوا ما برنامجكم الانتخابي على محاربة الأزلام، علاش ما نظفتوش أنتم الإدارات؟ احنا تعاملنا بالأسلوب التالي، أنا شرحته في أكثر من مرة، الناس اللي عندها ملفات فساد واضحة وكذا تم التعامل معها، الناس اللي عندهم تجاوزات بسيطة تمت العقوبة أو الإجراءات على قدر تلك التجاوزات، والناس اللي خدمت البلاد بصدق حتى وإن كانت منتمية للتجمع لكن مجرد بطاقة لاتقاء معناها الشر أو التصنيف بأنه معادل النظام، قاعدين يخدموا على أنفسهم واستفدنا منهم إلى غير ذلك. لأن الإدارة التونسية من أكبر الوسائل اللي استعملها، عندك القضاء والإدارة والأمن اللي استعملهم النظام للسيطرة على الوضع في البلاد. الكلام كيف كيف قالوا في ذات موزايك مع زميلنا نوفل الورتاني الشيخ عبد اللطيف المكي، قال إذا كان تراجعوا التسميات توا يعملهم ترويكا يطالب بمراجعة التسميات لمدة 25 سنة. شوف أنا وانا بذبي ما تدخلش في التفاصيل، لكن نحب نقول خليني ناخد أنكور اون فوا لا فورم دو ديسكور، الشكل بيتو اللي لاحظت عندهم يسر تحويل أنظار على القضية الأساسية يخليها لك ويمشي الغادي. قالوا له مش هو يعني كيفه، قالوا لهم الإرهاب يقتل، قال لهم حتى بورقيبة وبن علي قتل، قالوا له نحي اللي عينتهم، قال لهم حتى بورقيبة وبن علي عين نحي ودهم الكل. يعني الصفصطة هذية نقول لهم من الآن راهي مضحكة، راهي طايح لكم قدركم بالحق. معناها معناها شنو؟ معناها انتم تحبوا رواحكم كيما بن علي وبورقيبة؟ هذه معناها أول حاجة نجموا نستنتجوه، مادام بن علي وبورقيبة معناها عملوا الفساد هذا، علاش احنا ما نعملوش؟ مادام بن علي وبورقيبة قتلوا الناس، ولو أنه بالنسبة لبورقيبة سنرينا بوار، معناها علاش الإرهابيين ما يقتلوش وإلى آخره. شو اللي وراء الكلام هذا؟ يعني نفسد ونمشي ضد القانون، وكان عجبكم واللي يجي باش يحاسبني نجبدلو تاريخ بورقيبة وبن علي، احنا عملنا ثورة علاش مالك؟ تو بورقيبة مثلا، بورقيبة خلينا من بن علي، بورقيبة 50% من اللي عملوا به، شنو اللي قعدنا لتوا نقولوا عليه استبداد؟ انت ما سكوتي لا جوستمون، اذا كان انت يا اخي الباهي نتاع بورقيبة ضده، الحداثة والمرأة والتعليم والصحة وكل انت ضده باهي، وتزيد تجي تاخذ منه الخايبة، انت شنو عملنا عاد وجاي مليح في القضية دي. حتى اخرى بلي سامحني في خصوص تعيينات، هي شنو مشكلة التعيينات هي؟ ما هو عندنا انتخابات جاية ولا ليه؟ وما احنا هذوما الناس معينين في اماكن حساسه اللي ممكن يزوروا الانتخابات؟ يا اخي علاش تخلي على روحك في الشبهه هذه؟ اولا ثانيا هو بورقيبة وبن علي ما كانوش عندهم انتخابات، والتزوير يجم يقع حتى في قصر كرتاج في الداخليه، نو با بزوان راهو بالناس اللي عينوا فيهم باش هما يعملوا لهم التزوير. احنا اما توا احنا قاعدين نقولوا باش نعملوا انتخابات بالحق، كي نعملوا انتخابات بالحق زمها ما فيها حتى شبهه نتاع فساد. شو انت تجي تقولي بسيف نخلي النهضويين ونعمل الانتخابات كان عجبك على خطر بورقيبة عمل لك هيك وبيهم هما زي في الانتخابات؟ انا هذا اللي نكمل نستنتجو من كلامه، راه معناها ايه مش خليهم ونزيف بيهم الانتخابات كيما بورقيبة وبن علي خليهم وزيفوا بيهم الانتخابات؟ قولوا بربي حزب النهضة احترم روحك شوية، راك حزب كبير مش تاع الكلام هذا. هل تعتبروا انه السمات اللي تحكي عليها هذه ناتجة من نوع من الغباء في الخطاب السياسي؟ لا 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 لا، شوف
نجم نقول لك برشا حاجات اخرى ناس اغبياء في الخطاب السياسي، اما النهضه لا راه لا 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 سي تون انستيتيوشن وعندها الفلوس اللي تسمح لها باش تعمل معناها ان ديسكور بوليتيك وكوميونيكاسيون ناجحه، وداير في الاغلب تنجح هي راه فهمتني. علاش تنجح؟ خاطر الصفصه راهي تغلط، هو اللي قالوا تو ما هو يتسمى داخل في الصفصه انه يعطيك مقدمه صحيحه ويقول لك موافق ما هو اللي بورقيبه بن علي عملوا هكا، تقول له انت ايه صحيح تنجمش تقول ليه، من بعد يقول لك ما لا علاش انت تحبني انا تحرمني من هذا. دونك المنطق نتاع الصفصه هذه مع الاسف يمشي مونتي مونتي اكذب اكذب تو يقعد منه شويه كلمني كرمي يقعد يقعد شويه يقعد لازم يقعد شويه ويعملوا فيها بذكاء. هذاك وين يجي دور راهو هنا المختصين والاعلاميين، الدور هذايا اللي ربما ينزعجوا منه واللي هو ان شاء الله يشجعون عليه الشعب التونسي، خاطر معنا حتى انا واحده من الناس لاني داخله في حزب لا حتى شيء، الدور هذايا هو اللي باش يخلي الناس تفطن، احنا ولادهم قراونا بفلوسهم الشعب التونسي، ولذلك نجيو زادا نقول لهم هاو علمنا شعطانا ردوا بالكم. لم تحقرش خطاب حزب النهضه من يعني الخطب المطروزه والمدروسه واللي ما يغلبهم فيها حد حد راه، حتى سيلبيجي يقولوا عليه ما تكلميني هذاك من عند ربي راه، اما ليه هم مش مشوا الاكتيفيتي نتاع نهار الخميس القبض على عماد دريش. لعلم أن رجال الثورة وروابط حماية الثورة أشرف منك ومن الرابطة بتاعك ولا من النقابة بتاعك ولا رضا العقيد، واضح؟ ما خشيناش سيدكم وعارفكم، خلوش نخشاكم انتم اليوم اللي كنت قبل طوب الأعصاب بتاعك كسوا قضاء وإلا هالنقابات هذه الفاسدة، اليوم وليت السودة من حقكم، تعرفوا اش عملتم انتم يا النقابات والقضاء اش عملتوا؟ قاعدين ترجعوا فينا في روح الثورة. بارك الله فيكم في الانجاز هذا، لانه ثم عباد برد شويه ثم عباد بدات تنسى، انتم قاعدين تفكروا فينا بالممارسات تاعكم الاجراميه، قاعدين تفكروا فينا بالممارسات تاعكم الديكتاتوريه وبعصات بن علي، لذلك سوف نعود اليكم، والفيلم والقاعده السياسيه تو في اوكرانيا راهو في البال، وان شاء الله باش تنفذ هنا، مش تهبط على ركايبكم المجرمه هذوما، حاشا الام الشريف باش ما تخلطوش بين هذا وهذا. نعرفوا الوزارات الداخلية وعندنا لهنا في شركة كرامبو وكارتاج إلى آخره الأمن الشريف وموجودين، أما العصابات الفاسدة اللي موشم لهنا واللي يتكلم بالخانات والتراجيدية والعبي فيها أمن موكش أمن، أنت عار على وزارة الداخلية والنقابة هذيا والنقابة الوطنية النقابة اللاوطنية لقوات الأمن الداخلي عار على وزارة الداخلية وعلى الأمن الشريف والجمعية بتاع الأمن الجمهوري أمسيبة وكافة على الأمن الجمهوري والأمن الوطني. نحن لا نستسلم، قلنا هيك ونعرضوا هيك، ننتصر وسننتصر ولن نموت إلا بعد ما نقضى عليك، واضح؟ واضح. هذا علاش أذنت النيابة العمومية حسب الوزارة الداخلية بإيقاف عماد دريش وصارت إشكالية كبيرة، حسب رأيك وصارت فعفعة في البلاد وصارت أحداث كذلك في جهة الكرم وفي بعض الجهات الأخرى، شنو أنت موقفك؟ هل أنه هذا كلام يجب أن يعاقب عليه وإلا ثم بعض يقولوا لا هذا وش نظر؟ شوف قبل كل شيء والله يا سي سفيان أنا ماذا بيا لو عفيتني من عماد دريش، على خاطر باش تفهم راهو المتكلم وأهدافه لازمك تفهمه هو شكون أشكال. يعني اللي يقول نقابات يكلم في روضة العبيدي اللي الناس كل تعرفها اش عملت وقت بن علي ولا كنو ولا غيرها، خاطر النقابة كان فيها زاد كنو مازالت، ويقول لهم انتم متاع بن علي ونعرفوكم، وهو شكون؟ أنا باش نقولها يحب يشكي بيا تفضل، خاطر هاوكا الأدلة موجودة والشهادات موجودة، ما هو كان المشاشو متاع عماد الطرابلسي يعسلوا على دبويت الشراب نتاعو ولا لا؟ هذا يسميهم الشبيحه في سوريا كي سمعتوا شبيهم. سان بوندي معناها ان بوندي يجي يتكلم يصول ويجول في البلاد وهي العركه اصلا معناها اللي هو كان يعمل فيه. انا تو نقول له شنو الهدف من الكلام هذا؟ شنو هي الشوشره تعمل فيها في البلاد؟ تحب ترجع لنا عماد الطرابلسي تحت يعني يافطه حمايه الثوره؟ يقول دي راك مفضوح. يا ولدي رانا نعرفوكم، راه ولاد حومتكم شاهدين عليكم،
راهو السجلات الامنيه والقضائيه شاهدين عليكم واحد واحد، تحشموا على رواحكم. لكن انا مش هدري خاطر هو مسكين ما نخوش عليه، راهو كل واحد ومستواه شي يعطيه، فهمتني؟ انا اللي 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 تصدمت انه جماعه من النهضه وجماعه من حزب المؤتمر مشاو يساندوا فيه. هو احنا نعرفوا هذايا راهو، خاطر نعرفوا اللي باش يوصلوا دي بوندي في البلاد يسرقوا املاك الدوله، اللي المشكله منين بديت؟ كيما قالوا له اخرج يا محل نتاع الدوله نتاع بلديه، ما حبش يخرج السيد. هي في الاصل هذا كيفاه؟ يمشيوا يساندوا معناها في اللي بوندي اللي خارجين عن القانون، راهو عيب، راهو فضيحه، راهو يا ناس في بالنا بيكم احنا مساندينه هو. وعندنا الدلائل على هذا الكل، خاطر ما ينجمش يتجرع وكيك يقعد يدور في البلاد بالطريقه هذه. وصلوا جماعه من حمايه الثوره معناها تسبوا في قتلين نقد في تطاوين، فيه يعني ما يشرف حتى حزب يقول بروحه باش يمشي يدافع عليهم. اما توصلوا عاد تعملوها جهر جهر وتمشوا للداخليه وتطلبوا منهم باش في ساعه في ساعه يعديوا للقضاء، هنا فما يعني سمحني معناها قرينتين مخيفتين إذا صح التعبير. معناها الأولانية إذا أصبحت معاش قرينة، وليت عندنا دلالة ثابتة على تواطؤ المؤتمر والنهضة مع روابط حماية الثورة ومجرميها ومخالفين للقانون. والثانية هل يعني أنه المرور الشخص مباشرة إلى القضاء أفضل لهم من أنه يبقى عند البحث الابتدائي؟ الباحث الابتدائي تعرفش هذاش معناتها؟ معناتها ربما خايفين أنه باش يقول حاجات عليهم، لأنه هو سي با كالكان دو بولي، بولي بالمعنى المهذب، مش حكاية أخلاق، فهمت؟ خاطر نجم واحد ما عنده حتى أخلاق ما بولي مهذب يعرف كيفاش يتكلم، لأنه هذا ينطق كيما جي جي كنت تسمع فيه، ياجم في الغصر يقول لهم فلان كذا وفلان عطاني وفلان كذا. دونك حبوا يضمنوه في مكان مع أشخاص اللي ربما يحفظوا لهم سرهم، ولا كيفاش السر اللي ريناهم والحجابات والحي اللي هبطت كلهم يدافعوا على عماد الدغيش، فما هذا الكل فما يعني أمر غريب جدا. الآن أنا كما قلت لك والله ماذا بيا تعفيني أنا شهني فيه، هنا حطيته هو كومان ليمون دي سيستيم وعملت التحليل، أما مثالش أنت سألتني نجاوبك الكلام اللي كان يقول فيه ماهوش رأي بالطبيعة، ماهوش رأي، شنو رأي هذايا؟ وشو باش ترد عليه الكلام هذايا يسب في العباد؟ راهو عندنا في القانون، ما نحكيلكش قانون الصحافة، راهو حتى في البينال عندنا السب والشتم وكذا، وتنجم تشكي بإنسان شو يسب في قاضية محترمة معناها ويدعي عليها والناس كل تعرف اللي هذي كذب، كذب وافتراء، ستة شهور حبس هذي. نمشيو للعشات متاع نهار الجمعة، يهمك أنت كمرأة وكمواطنة. ممارسات تؤكد العديد من المنتقبات تواترها بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، وبعد قرار وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنتقبات إثر ضبط عناصر إرهابية ومطلوبين للعدالة متخفين بارتدائهم للنقاب. ممارسات اجتمعنا للتنديد بها والتأكيد على حقهن في لباس النقاب. نبش مبين اللي راهي المنتقبة إنسانة عادية، مواطنة تونسية كيف أي مواطنة أخرى، عندها الحق في اللباس، عندها الحق تعبر على ذاتها. هو طمأنة الشعب وعدم تعميم الحالات الشاذة كي يصير فما انتهاك أو اعتداء بأي طرق من الطريقة من الطرق عن طريق النقاب، فليس هذا معناه أنه كل منتقبة هي تخفي شيئاً. المنتقبات أكدن استعدادهن للكشف عن هويتهن لرجال الأمن شرط توفر ظروف معينة. المنتقبة لازمها تكون مستعدة أنها تكشف هويتها في أي وقت، الأمن يزيد لازمه يخلي يعني الظروف الملائمة للمنتقبة باش تكشف هويتها، يعني في إطار احترام معتقد المنتقبة أن هي ما تحبش تكشف وجهها على رجل، فنحضروا لها أمنية في مكان يكون مستور. مثالش يعني تراقبوا المنتقبات ومثالش، أما المشكلة يعني الوحيدة أنه ما تخوفوناش ما ترهبوناش منكم. المنقبات يطالبن بحقوقهن ويقولوا اللي ثم حملة مغرضة ضدهم. شوف لو بالحق النقاب ما يعملش مشكلة وأنه حق وأنه حرية، راهو ما يتطلبش باش نعملوا له خدمة جديدة اللي هي اسمها كشافات الوجوه. يعني عندهم صحة رقعة كبيرة ياسر البنات هذوما، يحبوني أنا أستاذة جامعية
نقف نعري لها على وجهها. معقول هذه توا ما لا توا ومن بعد يجي وياه تقول يجي يا سيدي يكشفوا علينا احنا نساو الرجال. ما هكا ولا وقتاش باش نكشفوا عاد؟ باش نعطوا اللوطه معناها، سامحني في الكلمه، خاطر فما شيء نطق ها ونمشي انا ديما قلت لك للشكل. اذا هذه فقط ضده، انك انت تطلب باش نعملوا لك موظفين يخدموا كشافات وجوه. لو كان جات لبستك بالحق نتاع حقوق وحريه وعاديه، راهي ما تقلقش، ما نوصلوش بين الحجاب، ما 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 فيش الاشكال هذه نتاع كشف وجوه. يا بنتي يلزمك تفهم حاجه، راهو راهو اللي قاعد يمشي قدامي زهموله. انا والله ساعات في الشارع لا نعرفها ماشي جايتني ولا ماشي بالظهر، معناه سي جراف من الناحيه الامنيه. ثاني خطا اللي قاعد يروجوا فيه هو مساله انك هذا حق وحريه. لا يا سيدي، عمرها ما كانت الحق والحريه تؤدي الى اذلال بني ادم. الحق والحريه في الفلسفه الديمقراطيه الحديثه، وداير ما فماش حق حريه قبل، تعرف حتى في اللغه العربيه فما الفعل حرراوي اللي هي ويعني عتق الرقبه، فماش حريه. اذا في الحديثه نقولها بالفم والملي من غير ما يقولوا لي يا مستغربه يا ماسونيه، لان فماش غير هكاو. في الفلسفه اذا الديمقراطيه الحديثه نتاع حقوق الانسان، الحقوق والحريات هدفها الاساسي ماذا؟ هي اذا المحافظه على كرامه الانسان. لكن انا ما نراش اني امراه يقولوا لها راك كيف تخرج وجهك مكشوف، راك معناتها باش 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 يجرى لك، راك عوره، راك تحشم، راك تفجع، راك من عارف شنو. هذه اذلال، اذلال ما بعده اذلال، قبر يعني اقبار لشخص مسكينه. انا والله يسخفوني لاني باش توصل مراه تقبلك الراي هذاك الرجولي والتقليد السائد وكل لا وباش يقولوا لها راهو الاسلام قال هكا. ذاك النهار اسمع في الراديو قال له اعطيني دليل من داخل النصوص معناها على وجوب الحجاب، قال له والله انا الحق ما عنديش، اما سمعت الشيوخ عندي فيهم ثقه. يا خويا اقرا وحدك، يا بنيه نعرفكم في الجامعه راكم وتعرفوا اللغه العربيه. تقول لها منين جبت هذيا؟ حكيت معاهم انا. تقول لك في ذيك الصوره نتاع غضوا البصر، الصوره هذي الايه يا ربي هذيا راهي جيت غض البصر للمرأة والرجل أولا، إذا الرجال هم راهو يلزموا يلبسوا نقاب إذا كان على هذا. دو إذا كان هو يطلب غض النظر، ما معناها الوجه مكشوف؟ هو ولا نغض في النظر على شنو؟ أنا على خيمة ماشية هكاك كحلة زهمولة، نغض النظر ونحل عيني قدنك. ثالثا عندنا دليل إلى يومنا هذا، كي تدخل أنت للحج ما تلقى حتى مرأة منقبة. المنقبه ما تدخلش للحج لانه الرسول منعها من وقت الرسول الى يومنا هذا لاسباب امنيه، هو كدليل انه خارج صلاحياته التعبديه ما قالهمش فيهم، خاطر فما تقاليد هي المساله راهي نتاع فك العاده. توا 15 قرن هذا مش اليوم باش تقول لي مراه ترجع تغبي في وجهها، خليهم. اما باش تجي تتعبد في الاسلام لا، يعني عباره انه مدنس. لماذا مدنس؟ النقاب مدنس واقولها لانه قد يتسبب في قتل أرواح، قد يكون سلاحا لجريمة يدنس ذلك الفضاء التعبدي، وبالتالي لا يدخلوا في الإسلام حتى طرف. قل يا يقولوا لي ذكرنا الرسول ما عمل شك، هاو الكتب موجودة. إذا أنت في شكون تتبع يا بني؟ في شكون تتبع؟ تتبع في شيخ جاهل يجي يقول لك ربي قال لك البس النقاب وانت مصدقته؟ ما قريتش؟ ما تعرفش اللغة العربية؟ ما تعرفش تحل كتب الأحاديث؟ عليه تخلي فيه هو يقولك في الكلمة ذي؟ في قال روحك، ما هو نهار ياخد تو يعطيك تريحة ويقولك خاطر واضربوهن، ما هو نهار ياخد تو يدخل عليك أربع نسيل الدار ويقولك على خاطر شي هذا. بون ما بتيت سي بوزيت مازوشيست اليونا، تعرف المرض هذي المازوشية معروفة، معناها الناس يتلذوا الضرب. يحبوا شكون يخبطهم بطريحه ويقرطلهم روسهم، معناها هذه نتاع ادوات تعذيب من قبل في الاستبداد، يغطيوا لبسوهم كل واحد الكاجول هذيك. اذا كانك انت تستحلف الامور هذه برا صحه ليك، ما عملوا في دارك مش في الشارع زاد ولا. اذا يجي كفاه 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 من هذه المغالطه ومن مساله حقوق وحريات. الحق والحريه عمرهم ما كانوا اولا ضد الامن العام، وثانيا
يكون هدفهم إذلال المرأة، والمرأة المنقبة امرأة تذل نفسها. توا أتينا على النشاط نتاع الجمعة الكل، ثم روبريك أخرى اسمها حدث ولا حرج، هنا اختصاصك كذلك كأستاذة جامعية في علوم الاتصال والصحافة. نشوف مع بعضنا تقرير عمرو حسن الهملي. حرية التعبير والصحافة تبقى المكسب الرئيس للثورة التونسية، فالإعلام أصبح السلطة التي تراقب وترصد كل ما يحدث داخل المجتمع التونسي وضمن الحياة السياسية. المشهد الإعلامي في بلادنا تميز بتعدد القنوات الإذاعية والتلفزية، تعدد أصبح يشكل خطرا الآن على حرية التعبير وعلى المسار الديمقراطي نظرا لتحكم رؤوس الأموال المشبوهة فيه. فخلال الأشهر الأخيرة شهدت الساحة الإعلامية تغيرات عديدة، حيث تم إبعاد العديد من الأصوات الحرة عن المنابر الإعلامية في محاولة لإخماد صوتها، كما بدا جليا سعي بعض القنوات إلى انتداب بعض الوجوه من أجل خدمة أجندات داخلية وخارجية بعينها. فرأينا وشاهدنا برامج تبيض للإرهاب وأخرى تحاول تلميع من أخفقوا في حكم البلاد. بطل الشيخ بلات بالنسبة لك أنت، بطل بالنسبة لك لأنه يقاتل الغزاة. مش موضوع، لا أنا ما نسمحش في جلسة أنا فيها تقول علي إرهاب. لا مش ما تسمحش للروحك، مش ليا أنا ما خليش مر. لا لا أنا أنا ما خليش مر لأنه يقاتل الأمريكي. ولم يقف الانفلات الإعلامي عند هذا الحد، بل أصبحت بعض القنوات الخاصة بقى دعاية لأحزاب بعينها، خاصة بعد دخول أصحابها مغوار العمل السياسي. فقناة الجنوبية لصاحبها العياش العجرودي بدأت ومنذ مدة بالقيام بحملة دعائية لرجل الأعمال القادم من وراء البحار وتقديمه في صورة المنقذ للبلاد، وعلى خطاها تسير قناة حنا بعل التي تروج لباعثها حرب نصرة كرئيس منتظر، وآخر الملتحقين بهذا الركب قناة نسمة التي يعكف صاحبها نبيل قروي هذه الأيام على استكمال إجراءات بعث حزبه تحيا تونس. وسائر الإعلام العمومية لم تسلم هي الأخرى، فمن الواضح والجلي اليوم أنها باتت تخدم أجندات الأحزاب التي كانت في الحكم، وخير دليل على هذا غياب النقد البناء والبرامج الحوارية الجادة على القنوات الوطنية، بالإضافة إلى الحوارات التي تحاك على المقاس إلى وزراء ترويكا السابقين وإلى رئيس الجمهورية المؤقت الذي يطل علينا في كل مرة في صورة المرشد والواعظ، وكذلك رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يستغل منصبه الحالي للبدء في حملته الرئاسية. وما يزيد الطين بلة في المشهد الإعلامي في بلادنا الإبقاء على التعيينات القديمة على رأس المؤسسات الإعلامية، وكذلك تحكم نفس الطاقم الاتصالي والإعلامي في وزارات الحكومة الجديدة وعلى رأسها رئاسة الحكومة التي لا تزال تحافظ على نفس الفريق الإعلامي. كل هذا الانفلات قد يؤثر سلبا على مجرى الانتخابات المقبلة، خاصة مع انتشار ظاهرة الإذاعات الغير المرخص لها ومحاولة إخماد صوت النقابة الوطنية للصحفيين، ومواصلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري سباتها العميق عن التجاوزات داخل المشهد الإعلامي وعن تطلعات أهل المهنة إلى مزيد تطوير وتحييد قطاعهم. وبالرغم من كل هذه الهنات وتجاوزات، ينظر الشارع التونسي إلى الإعلام كسلطة رابعة تراقب جميع السلط الأخرى وكضمان أساسي للديمقراطية الناشئة. المشهد الإعلامي فيه تحولات كبيرة في المدة الأخيرة متسارعة، دخلت فيها أشخاص عندهم أجندات سياسية حزبية، كذلك ثم تبييض الإرهاب، وكذلك أدوات الضبط والتعديل مش قادة تقوم بدورها، معناها جروسو مودو. أنت كمختصة تنجم تقول فيها يعني هو شوف عادي جدا اللي يحصل، مش معناه أنا راضي عليه، في العالم أجمع اللي موجود، يعني الدولة الأمريكية كلها وحطت الإعلام تحت الكلكل متاعها وقت اللي عملت حرب العراق، وعن الدليل هوكا يعني الخطاب الإعلامي الأمريكي كله خطاب بوش. الفلوس الفلوس هذا معروف، هذا الخطر الأساسي قريناه من اللي احنا صغار على وسائل الإعلام. مع الأسف يعني وسائل الإعلام ستون اندوستري كوم اونوتر، يعني كيما باش تعمل مصنع كيما باش تعمل لازمها فلوس، ما نجمش أنا وياك سوفيان نعملوها تلفزة ولا نعملوها، هذه حاجة. لكن الفرق شنو؟ الفرق أنه ما احنا ما نبيعوش مثلا في الكاكاوية، مش معناها أنا راني ضد مسكين نحترمه اللي بيع الكاكاو، قصدي اللي بيع حاجة تاكل مثلا ولا تتلبس يونكور، فما هيئة الدفاع المستهلك ما تعرف. احنا نبيعو في المعرفة، نبيعو إذا صح التعبير، نروجو في الفكر. كما كنت تشوف معناها إنسان يجي يعيد تسمية الإرهاب، يريد إعادة تسمية أشياء خطيرة، وهذه بروباغاندا كبيرة ياسر،
وخي وقبل بن عليش كان عامل تي ما هو هذا هو تنصيحة بالليدن قالك بالليدن عمره ما لأنه مناضل ضد أمريكا وقتها بالليدن كان مناضل ضد أمريكا تي هو ولده تي هو اللي كان مش المخابرات الأمريكية بالليدن ما يتوجدش عام معناه في الثمانينات في أفغانستان تي هذا معروف تي هاوكا جرايدهم موجودة جبدوهم يا الناس من مكتبة الكونغرس هيك على الانترنت تو تلقاو المجاهد الكبير اللي هو بالليدن معناها تي بلادنا متاع المعروف متاع الأمريكان ومتاع الصهاينة إلى يومنا هذا هو وأتبعه ديما نقول فيها مانيش خايفة منهم نعاود هيلهم فهمتني هو وأتبعه عمرهم ما عملوا حاجة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية إذا فما عملية نوعية عملوها الناس هذوما ضد إسرائيل تفضل وريني احنا اللي رينا والناس كل تعرف أنه بنيامين نتنياهو قاعد يزور فيهم في مستشفيات في الجولان ويداوي فيهم الإسرائيليين جماعة داعش وغيرهم فإذا هذه خطير جدا أنه يقلبوا لك الحقائق تماما وهذاك علاش احنا ديما نناضلوا من أجل أنه معناها فما تفريق سلط كما في الديمقراطيات ما بين الإدارة والهيئة التحرير يعني يلزم ما هو فكر يكون في يد هيئة التحرير تقول لي أنت كيفاش باش ما نجموش نغلبوه ما يغلبك كان اللي يقولك عطيني متاعي وهكا ولا ليه فما كما كنا نحكيه الهايكا وكنت حبتوا نرجعوا لها ونقول يعني المؤسسات التعديلية واللي تو نقصتنا واحدة في بالنسبة للصحافة المكتوبة يزمنا نعملوها أما أنا الحقيقة نعمل أكثر على الصحفيين أنفسهم أنهم يكونستيتيو أنكور في ميتي ريت بكرك الشواشية مثلاً شكون يغلبهم تتذكر كانوا يطلعوا عندهم امين وعندهم طلعوا بي وهبطوا بي راه صحيح خاطر فلوس واحد وعندهم قوه زاد الصحفيين يدواف اجير كوم ان كور دو ميتي مش نضربوا في بعضنا ونغيروا من بعضنا بتباهي الغيره هي راهي تزيد تعملك شويه ابداع ما لازمش تكون جلديه في الامور هذه لا تسامح ومنعمل على حتى حد نعمل كان على روحي كاعلامي وقت اللي زميلي يغلط نقف كلنا ضده وقت زميلي تظلم نقف كلنا معه أنا هذا هو رأيي يعني حتى الهايكة تعرف ما هو هاك تشوف مسكينة يديها مكتفة ما عطيوهاش فلوس أنا بشوصل الهايكة عنا روبريك أخرى اسمها صديق اللدون باش نحكيو على الهايكة باعتبار أنه باش نقدمو لك شخص تكن له احترام وهو زميلك كذلك مهنيا لاحظنا انه التمشي الان في المجلس التاسيسي ماشي معناها من احسن الى احسن من حسن الى احسن خاصه فيما يخص الحريات وضمان الحريات حريه التعبير وحريه الفكر احنا بالنسبه للهيئه العليا للاتصال السمعي والبصري قاعدين نحاولوا والاتصال بالنواب لتحسيسهم بضروره تعديل الفصلين 128 و124 الذين يهمان الهيئات الدستورية خاصة الفصل 122 الذي يضبط طريقة تعيين أعضاء الهيئات هذه ويجي هو في النسخة الرابعة المسودة الرابعة للدستور يقول أنه الهيئات الأعضاء يقع انتخابهم من المجلس الدستوري احنا قلنا لهم راهو إذا يقع انتخابهم هذا لا يضمن استقلالية أعضاء الهيئات هذه نظرا لأن الأعضاء والانتخاب سيكون يعني مجال للمحصة السياسية والتجربات إلى غير ذلك كاتاستروف شو التقييم تاعك للهيكا وسينولو اللجمة بالذات؟ والله صعيب راهو باش تعمل تقييم لانه اولا ما عندهمش برشا وثانيا ما عطاوهمش امكانيات يعني هما كبلوهم لمده اشهر وما قصروش رغم ذلك معناها لانه رغم التكبيل دي الناس في الشارع تخدم معناها انا نقول لك مثلا حبيت نعمل انترفيو مع رشيد النيفر ما لقيناش بقعه نتلموا فيها كما يقولوا لانه ما كانتش عندهم معناها لوكال دونك من الله ومنهم كيما نقولوا انهم وصلوا خرجوا بعض بالمواقف وطالبوا باحترام كراس الشروط وغيره تعرف جاوني انا ولاو كيما المناضلين القاعدين في حين انه فما قانون وهيئه معنا محترمه ودستوريه وكذا وهما يخدموا تقول عليهم جمعيه معناها نتاع كوموندي دو بروكسيميتي دونك انا ما نجم نقول كان يعطيهم الصحه راهو كل شيء هل حسب رايك تنجم
الهيكات يعطيوها الوسائل ولعنها دول أكثر فعل على الأقل على مستوى السمع البصري لأنه هذا كان بطبيعة هنا نراه في الأمثلة معناها في الدول على كل حال خير من اللي ما فما حتى شيء خاصة إذا كان يكونوا مستقلين. أنا تو سمعت زميلي النوري الكلام اللي قالوا معقول جدا لأنه إذا كان مش تدخل حكاية انتخابهم في المجلس واحد التأسيسي انتخابات حزبية يعني إيه ظاهرة يا أخي هو شو المجلس يا أخي سواء التأسيسي أو غيره البرلمان معناه نهار آخر كيما هم هو حزب فيه يشنو عند اللعبة ذيت اللي نضيعوا في وقتنا هاتوا نمشيوا لكل حزب في داره ونقولوا له بلي اش كنت عينوا كهو معناه وي البروبليم إي دايوغ وقعت مشكلة كبيرة في اختيار أعضاء اللجنة كانت تثبتش وطولت الهدرة برشا علاش على خاطر ضغوطات من أجل المحافظة دخلها لاعتبارات حزبية هي معناه أنا نفسي وقع كلاش بيني وبين زميلي نوري اللجمي ونتمنى أنه فهم لي سوني با بيرسونيل يعني دي تو إنما على طريقة التعيين هذه اللي ما كروش يقبلها أنه محاصر هذا ما نقبلوش وهذا نقبلوه وهذا نترشوه وهذا قريبنا وهذا بعيدنا وهذا هذه ديجا النهار الاول وقعت تحب نعاودوها الغلطه هذه نعاودوها وبعد يجيبوا لنا اللي جي جي نيمبورتو كي معناها المهم انه يخدم راهو مهما كان الحزب راني نحكي انا تو مش قادر نحكي على اللي يحكموا معناها تو وبعد اش معناتها هذه جوجي بارتي شنو هذه انت الخصم والحكم اي فحكم فانت ذاك وفستبد معناها ظاهره شو هذه معناها ما يا خويا عندنا كفاءات معروفين في مجالهم يا اخي بالله قل لي سمح لي بالله سي صوفيا وزاره التجهيز كي باش تعمل بون تعرف اش معناها بون كي تيح معناها بون تعمل محاصه في البرلمان لا لا يجيبوا سنة سنتراليان ولا عمل بون شوتسي هذا هو هذه المسألة يعني هي المعيار شوف الأساسي. مش خاطر البون كي تيح يقتل مش خاطر كما نقولوا شفت نقاط الاطباء ما اقواها على خاطر في يدهم ارواح الناس راهو صحفيين في يدهم ارواح الناس كان اكيد تعرف انت هذا يكفي مغالطه في وسائل الاعلام باش تحل الارواح نذكرك في 26 جانفي صار ما هم الناس خافوا قالوا ضرب عام والجيش باش يهبط خلينا نشدوا ديارنا نقعدوا في ديارنا الاذاعه اش عملت مصبح ويتقول الطمانينه تعم البلاد كانت تثبتش احنا معانا واحد هكا اجنبي شويه وقتها يحسب كلمه طمانينه تفجع هو اللي يسمعها خاطر احنا نقول هو يقول معانا ما في جوع الطمانينه وصلت للصفاقس الطمانينه وصلت يعني نتاع بروباغندا حبيت نقول فخرجوا نساء بصفاصرهم هزين وليداتهم للسبيطار جاردان دونفون ماتوا تقتلوا اكثرش من هذا تو معناتها الكذب تحمم الشط طائرات مجهوله الهويه ماك تعرفها ولا ما تعرفهاش ونجم نعطيك ونجم الأنظمة المستبدة اللي قتلت شعوبها أشكون نصح النص عليها صورتها ما هو الإعلام ولا اللي هي الإعلام ما تلعبوش بيه راهو حتى الإعلام يجم يكون قاتل راهو ومش تجيب لي ملايين اللي جي جي وتقول لي هاو هذايا باش يعسلك على الإعلام أنا نحب إنسان يكون كفء ونظيف ويختاروه جماعة المهنة لأنهم هما يعرفوا مليهم أكيد جدا توا باش نتعداو الى روبريك اخرى هي نوع من مين علاش قلت لي العدو صديقك اللدود انت لا هي اسمها هكا صديق اللدود وانت نفسك توا عرجت على أي على حتى انكلاش بيناتكم ورفع معناها يمكن السحابه انتقشعت النص انا والله ما نعتبرهاش حتى سحابه لانه حتى في الكلام الرساله اللي كتبتها قلت راني انا نعتبر سي نوري انسان عنده مصداقيه ونظيف وكل شيء ولو كان يقولوا لي تنتخبوا للهيئه العليا ننتخبوا انا تكلمت على مساله المحاصه قلت ما تجيش هكا بالطريقه هذه دونك سيتي با لا بيرسون كي تيفيزي ها مش نعديو لك توا زوج اشخاص على الاقل وتوا تعطينا موقفك واحد وقع زاد كلاش بينك وبينه في بلاتو تلفزي هذه لوبليك اسمها كويز لولا سي اسكندر رقيق توا بعثونا صور اسكندر رقيق وكان عندكم خلاف في بلاتو حاد وداولوه ياسر المواقع الاجتماعيه حسب رايك سي سي تي عرفير تعاودوا نفس الكلاش؟ وي اي وبنفس الطريقه على خاطر قدام الجريمه والحث على الجريمه فماش حل اخر والمفروض يتكلم هكا يمشي للحبس راهو يتكلم كيما الرقيق
لأنه يحث على الجريمة. قاعد يقول، قاعد يقول فمش إرهاب، وما تسميوش الإرهاب إرهاب، هذوما مافيات يسرقوا في الأثار. كلام هذا، هذه شراكة في الإرهاب. ولذلك نعود بنفس الطريقة وبنفس الحماسة من غير ما أي تردد، أنا راني ما عنديش حياد مع الإرهاب، هذا لازم يكون واضح. ولا صورة أخرى نقدمها لك، سي سامي بن عمر، وصار كذلك كلاش بينه وبينه زميلة شهرزاد أحكيشة، وكتب هو حاجات على صفحة التواصل الاجتماعي، وهما شكوا به رئيس المجلس، وقالت شهرزاد أحكيشة زاده باش تقاضيهم. بعد هو قال لا ما حبيتش نقول هذا. شو رأيك أنت في هذا الموضوع؟ على شنو هو بالضبط اللي وقع؟ على وقت اللي على المواطنين اللي يسمعوا فينا. اي ولا لانه وقت عدنان منصر قال ثم ناس مندسين وحاجات كي هكا، قالوا له سمير بن عمر كيف كيف هو مندس وكان يخدم، وهي عطات في السيت نتاعهم لسم حتى الحركه نتاعو حسب رايها هي. وهو قال السلفيين مشيو اتصلوا بها، وهي قالت هذا تحريض على القتل. حسيت وقعت مشكله كبيره. هو قال لا انا بسخريه وانا عمري ما دفعت على السلفيين وغيره. يعني حسب رايك، لانه هنا علاقه السياسي بالعالمي توترت الحاله، وانه وصلوا للقضاء، وانه وصلوا للتهديد للوعيد، معناها كانوا ثم ديكا ديكول معناها بالسلب بيان سور مش بالايجاب. قاعدين يصيروا شوف راهو هو العالم ما هو مرايه يا اخي. هو شنو داير؟ تصور وكان ذيك المرية تغطي تعمل عليها ريدو، تو الناس ما تعرف حتى شيء شنو اللي صاير في البلاد. راهو الحدث مش كي يتكلم السياسي، الحدث وقت يتعدى في وسائل الإعلام وشوفوه الناس. وبالتالي العلاقة هذية تسمح للصحافي باش يكون إذا عنده موقع قوة تجاه السياسي، نبقى في خوزيو باش يحاسبه، لأنه زاد يجم هو يغلط ويعدي أي شيء ويجي في راسه. وعادي زاد جدا انه يكون الاعلامي اللي يربي السياسي يعني عنده ديكلاش معهم، يعني نخدموا مع بعضنا. هما نجموا كل سوسون نو كليون. ولذلك كما في كل المهنه تجيب سي دي رابور دو فورس، زاد كما في العرس فهمت، لي رابور دو فورس هما اللي يعملوا مشاكل في العائله. شنو هي الحكايه؟ مش كره ولا حاجه. ف أولا إذا هذا رد على سؤالك أنه هل هذا عادي أم لا. هذا عادي جدا ونراوه في الدول الكل، معناها كيفاش يقع. إذا مدامنا احنا مرايه في وسائل الإعلام، قد ما تتبغبش البرة قد ما كل مرايه باش تتبغبش حتى توصل تكسر نهار. احنا وضعنا اليوم وضع مأساوي راه بالحق، راهو مش خوفوا في العباد. يعني والله التوانسة احنا ياسر ياسر شو قولوا عنا الصبر وعنا الفاتاليزم. شعب اخر راهو قطع شعره تو غول الفقر. حسب لك مازلنا ما قطعناش شعره. هو لا يظهر لي والله مازال فينا الخير، وان شاء الله نقعدوا كيكره وخير خير. معناه بور موانك صار فما شعوب تشعل النار في بعضها. راهو احنا على الاقل الحمد لله معناه مازلنا ما عملناش، ان شاء الله ما نعملوش بالكل. لا 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 ما نوصلوش، خاطر عندنا تقاليدنا وعندنا تاريخنا وعندنا حتى جغرافيتنا ما تسمحش بذيك. معناه الوضع اللي احنا فيه اليوم من فقر معناه وخوف. اليوم يا خويا ما عادش نجمو نعملوا مقرونه احنا نتاعنا. شنو انا باش تحبني بالسيف ناكل مقرونه زهره؟ ورغم ذاك شو عملنا يا سيدي؟ هم عملنا شيء. انا نتكلم وكا شو تحب المريه مش مبغبشه، تحب شهرزاد وسمير ما يتعاركوش عادي جدا. لكن المهم انه ما نوصلوش المسائل من نوع باش نشكي بيك وباش تشكي بيا. بو عندهم الحق الاثنين، اذا كان اي واحد يحس روحه تشتم ولا حاجه، انا راني شو جاي وقالوا المرزوق يعمل عليكم مزيه ما شكيش باللي سلبوه وشتموه. يا اخي انا قلت هذه مش مزيه، هذه مخالفه للمبادئ الحقوقيه، لانه الحقوقي يشكي كي يولي يسلب شي ربي الناس. اي من شنو واحد يسلبك ويشتمك ويعملك قال شنو باسم الديمقراطيه؟ الديمقراطيه ما فيهاش السلب والشتم. راه عشوائي حلوه تحديت مع سلوى الشرفي قبل ما نودعوها لمدلفه. كنا مع ضيفتنا اليوم ياسر على الاتصال السياسي، لا كوميونيكاسيون بوليتيك، حاجه مهمه جدا في البلدان المتقدمه، مساله اساسيه وتنجم تكون حاسمه. عام 81 في فرنسا كان ثم صراع بين ميتيران وبين جيسكار ديستان في الانتخابات الرئاسيه، وكان انذاك 70% من الفرنسيس ينتظروا باش يطلع
جيسكار ديستان، لكن طلع ميتيرون ترشح الثالث نتاعو للمرة للشراكيين يطلعوا في انتخابات 10 مايو 81، يطلع ميتيرون رئيس. علاش؟ لاعتبارات عديدة، لأنه عرف عملية المحبوكة نتاع الاتصال السياسي، عرف كيفاش يخدم بها. أولا قبل كل شيء حكى على لونجو، لونجو نتاع الانتخابات أول مرة في فرنسا وقتها هو البطالة، حكى على البطالة ما حكاش عليها جيسكار ديستان. ثاني حاجة جاب جاك فيكويلا عملوا له فورس ترونكيل، ومعه شخص آخر اسمه جاك بيلهون، هذا تولد عام 44 مات عام 98، عطى انترفيو واحدة في حياته. وهذا بيلهون غريب ياسر الشخص هذا، هو كان وراه شعار لفورس ترونكيل مع جاك سيغويلا، مع افيش لعب الدور الحاسم في الانتخابات الرئاسيه الفرنسويه انذاك، الى حد ما كبير الدوله لعبته، وسيتان كان ليكول يقراوا حتى في الجامعات بما فيه في معهد الصحافه وعلوم الاخبار في تونس. جاك بيلهون هذا خدم كونسيي نتاع ميتيرون، ومن بعد ولا كونسيي نتاع شيراك، حتى انه ميتيرون قال كل ساكريكولوس بيلهون، عمل هو انترفيو وحيده في حياته وقال فيها لا انا نخدم في رئاسة الجمهورية، مش نخدم في شخص الرئيس. قبل حكينا على زانتيري دو كورون، ثم حاجة فوق رأس حتى الملك، اللي هو لا ريسبوبليكا، لا ريبوبليك، لانتيري جينيرال، ونجم في الملوكية زاد قيم معينة اللي تفوت شخص الملك في حد ذاته. اليوم في تونس عندنا كوميونيكاسيون بوليتيك ما يعرفوش يعملوا فرقاء سياسيين، وبينت وأنها نتائج عكسية كما نقولوا كونتر برودكتيف. ونعرفوا اللي ثم ياسر ناس توا من الخارج قاعدين يعطيو في دي سوندار دوبينيون مغلوطين لبعض السياسيين، ويقولوا باش تطلع انت من الدور الاول وباش تهرب بالناس الكل. يحبوا يعملوا لهم كما عملوا لورانغ باغبو في الكوت ديفوار. لورانغ باغبو في الكوت ديفوار قالوا له باش تغلب بالحسن وتراب ب 61%، خسر معك جاب 25% ما قبلش، قسم البلاد في سنين، دخلوا حتى في حرب اهليه. لوموند كتبت وقتها ابيجون بولي سوربي، حاجه كيما هكا. اليوم في تونس مطلوب من السياسيين باش يحبكوا العملية الاتصالية، لأنه العملية الاتصالية اللي صارت نتاع رئيس الجمهورية واللي لاهي بالكوميونيكاسيون نتاعو، في نفس الوقت هو رئيس الديوان نتاعو في نفس النهار وحده دخل في الوطنية والقناة التونسية، عطات فعفعة كبيرة في البلاد، وظلت يظهر لي الرئيس وحزبه وسلطة الرئيس وسلطة حتى الرئاسة أكثر من اللي نفعته. كلام يلزم يفكروا فيه مليح، لأنه السياسة كذلك وأساسا في بعض الأحيان تكون اتصال. إلى اللقاء.